رجعنا الآن لفقرة المطبخ والشباب نوروني المطبخ وإن شاء الله بإذن الله عبد الرحمن أسوي لك كبسة على ذوقك تعجبك بإذن الله بإذن الله. وباسل كيف إيش بك باسل؟ أنا عندي سؤال، كيف أنت والفلفل؟ ترى مو ما أحب السبايس كثير بس يعني إذا ليتل أوكي يعني هل قد بكفي؟ كيف؟ لا لا كذا بروح المستشفى. لا أخبرك على عبد الرحمن انشر عنك. لا لا طيب كثير يا باسل. احنا اليوم ايش راح نسوي؟ ايش كثير الفلفل هذا هتحط هذا كله يا اخي؟ وانت ايش لش؟ انت ايش لش؟ خلي يحط لي عشان أوكي. انت ليه 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 ليش 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 سالت هذا السؤال؟ يعني خايف ليش عندك فضول في صحني كيف راح يكون؟ خايف على الضيف بس. هذا كل الفلفل بتطبخه باسل؟ الرجال حباله صوتيه يحتاجها، ركز. احنا هذا ضيف عندنا يا باسل، ما احنا جايين. ايش بتسوي؟ ليه هذا كل الفلفل؟ هذا هو الإهدار اللي ما نبي. لا لا هذا نص الفلفل للطبخ، نص بس للطبخ، النص الثاني هو عشان نتسلى عليه. تحمس وأنا بجيب الفلفل، انبسط عادي ترى، ما في إهدار. حق اللي قطعته حطيته في القدر، الباقي برجع الثلاجة، ولا لإهدار الموارد. طيب أنا يا أصدقاء راح أسوي كبسة سمان، مش أول مرة أطبخ سمان، طابخه قبل هيك وبعرف إنه بحب الدسم. ليش بحب الدسم؟ لأنه ما في كثير دسم، فبالتالي وانا عندي المطبخ كامل فراح استخدم سمنه. عبد الرحمن مسكين ما عنده سمنه. صدق؟ شوف ما حقول لك الاكل حيطلع مدهن، لا لا لا، حيطلع طيب، حيطلع موزون. سمان من الكائنات اللي ما فيها اصلا دهون عاليه، فاحنا بنحاول نعوضها بالدهون. اول شيء راح اسويه راح اقلي السمان في الزيت. صدق؟ عبد الرحمن كيف حتسويه؟ في القلايه الهوائيه. اي شيء بده يسويه عبد الرحمن في القلايه الهوائيه. كيف حتسوي السمان؟ في القلايه الهوائيه. تفضل. تفضل. انا حفظت. تفضل. شايف والله. عبد الرحمن احكي لنا عن رمضان بالنسبه لك، كيف بتمضي رمضانك؟ والله رمضان جميل بجمعة الاهل الامانه. يعني رمضانك عائلي؟ تقدر تقول، ولازم نطلع الحين بخصوص ان احنا عندنا بالحساء عندنا دورات رمضانيه، يعني دورات رمضانيه. ايه الحواري دورات كرة قدم وشيء زي كذا. فاحب اتابع يعني، لازم تتابع الدورات الرمضانية. إيه. اللي في الحواري. وألعب أنا في فريق بعد، عندي فريق. حلو حلو بتلعب فيها، هذا شيء حلو. بس تتابعها يعني الشباب مثلا عندكم بالعادات الشباب بيطلعوا بيحضروا عند الدورات الرمضانية بالحسا؟ غير والله غير 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 ترى منتشرة يعني في رمضان بشكل عام. أحس في أغلب الأماكن حتى كرة الطائرة. اي صح ما ادري ايش هذه الاشياء. انا سؤالي على الجمهور. اي صح. انا سؤالي على الجمهور، يعني بينزلوا الشباب يحضروا المباريات فعلا؟ اي اكيد. مالك مكان اصلا؟ والله مالك مكان لو تجي تتفرج، مالك مكان. كفو عليكم والله، كفو عليكم. عندنا احنا الرياضه بالحسب، خصوصا الحواري يعني عندنا اسطوري.